نعم، عندنا شنو ثاني عندنا؟ عندنا يمكن قرار البوشي اللي هو بتعيين أعضاء جدد للمفوضية. نعم نعم هو كان في الفترة الماضية بعد القرارات اللي اتخذتها السيدة ولاء البوشي بأنه وزيرة الشباب والرياضة، هي اتخذت قرارات بأنه كانت في البداية أوقفت الجمعيات العمومية، ويمكن هذا الأمر اللي كان أثار سخط كثير جدا بأنه القرار كان مفترض أنه لا يكون بهذا الشكل، لكن هي استعادت التوازن واستطاعت انه تتخذ قرار بحل المفوضيه، يعني في نوع من التصحيح للقرار الاول. الان يمكن بعد قرار حل المفوضيه كان متطلب بانه يتم تعيين اعضاء جدد حتى يكونوا قادرين على الاشراف على الجمعيات العموميه بالنسبه لكافه المناشط. اعتقد انه هذا القرار يسير بشكل جيد، وصراحه هي بتقوم بعمل كبير جدا في هذا المجال، باعتبار انه رغم حداثه التجربه ضعف الخبره، لكن في النهايه هي تقوم بعمل كبير صراحة، خصوصا في الفتحة لملف المدينة الرياضية ومسألة الفساد اللي شاب هذا الملف. أعتقد أنها صراحة هي شخصية مميزة وتستحق الدعم وتستحق الإشادة، لكن أكيد الطريق لن يكون بالنسبة لها سهل، هي تحتاج إلى عمل كبير جدا، خاصة نحن في 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 الرياضة يا سهل، المتاريس كبيرة وعميقة ومرينا بها كثير ونعرفها كويس يا سهل. وكمان بيحمد لها ان هي موجوده دائما في الاستاد وعندها دفع معنوي، شايف كل يعني دي ذكرتني بالكرواتيه، يعني الجمهور وزيرة كان الشباب، نعم رئيسة الوزراء، يعني كان عندها دفع معنوي. اكيد هذا من الصور، اكيد الدفع المعنوي له تاثير، هي موجوده في الاستاد دائما، ده برضه شيء مهم. صحيح، يعني انه كونه الوزير، في بعض الناس عندهم فهم انه الوزير المفروض يكون قاعد خلف المكتب وخلاص. نعم. يتابع من بعيد. نعم. لا، هي بتقوم بنفسها بالعمل كبير جدا من خلال متابعتها لسير الانشطه بنفسها، بتقوم بالزيارات، بتقوم بتتابع نفسها بالمناشط حتى من داخل الاستاد، وده امر صراحه مهم جدا، لانه الوزير هو في يده هو السلطه الاعلى في وزارته، وبالتالي هو اللي قادر على انه يكتشف مكامن الخلل، وحتى لانه بعض الاحيان قد تصل معلومات قد هو لا يكون متاكد منها وبناء عليها بيتخذ قرارات. صحيح. فالافضل دائما انك عشان انت تقدر تتخذ القرار يعني الصحيح، يجب عليك ان انت تكون مشرف على كل اي شيء يكون تحت نظرك حتى تكون قادر على انك انت تتخذ القرار. نتمنى ان هي تكون قدر المسؤوليه وترتقي او نرتقي بفضلها للرياضه لافضل اجمل. نتمنى التوفيق، لانه لينا يعني سهل بيعرف الرياضه دي دهاليزه رهيبة كبيرة وكبيرة كبيرة جدا، وما بتعرف اللي معاك وما ضدك، وده هلال وده مريخ وده مورد وده تحرير وده داير كده وده داير، يعني الموضوع حفر ما عادي. يعني الرياضة دي فيها حفر، يعني انت ذاتك لو راكب لك هليكوبتر مش الحفرة في الأرض برضه بيرموها، فعشان كده صراحة الأمر محتاج للشغل كبير جدا. أنا بتكلم معاك ومحتاج لتعاون مننا إحنا كجمهور، صح، كمشجعين للفرق. صح. يعني في بعض الأحيان بتطلب مننا إنه أنا يعني أزيل لوني كرياضي هلالي ومريخابي، إنه أنا أكون مع المنتخب، يعني أكون مع المنتخب الوطني، أدعم بلدي، أدعم السودان في بعض الأحيان. أكيد يعني أكيد التعصب الكروي الشديد، لا يعني ما شاء الله، يعني هي لا خبيرة لا في المجال، لا فاهم، لازم نردم الحفر. الخبر الثاني شنو هدينا؟ ايضا نتكلم عن اوضاع عامه في المريخ، مباراه القمه على الابواب وملف تسجيلات وتجديد لبعض اللاعبين ايضا. نعم صحيح، يعني يمكن الهاجس الاكبر الان هو التسجيل او التجديد لمحمد عبد الرحمن، باعتبار انه هو انتهى عقده، خصوصا انه في تحديث عن انه الهلال تدخل بقوه ايضا من اجل اقناع اللاعب، حتى يمكن بعض التقارير بتقول انه الكاردينال وصل عرضه الى 100,000 دولار للاعب من اجل التعاقد مع المريخ، لكن بعض التقارير ايضا بتقول انه رابطه المريخ في قطر قامت بعمل كبير جدا من اجل اقناع اللاعب بضروره التجديد، وهو ينتظر التحرك من مجلس الاداره من اجل انهاء هذا الملف. اعتقد انه ملف صراحه سيكون صعب جدا على هذا المجلس، باعتبار انه هناك اكثر من لاعب مطلقي الصراحه ومهمين في الفريق، كاللاعب محمد عبد الرحمن، كأمير كمال، هؤلاء اللاعبين صراحة بيمثلوا ثقل كبير فني بالنسبة لنادي المريخ، ويرغب المريخ أكيد في أنه يجدد عقد هؤلاء حتى يكون قادر على المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستوى الأفريقي. ولا ننسى محمد عبد الرحمن هداف البطولة العربية في العام الماضي، صراحة أصبح له قيمة فنية كبيرة جدا حتى على المستوى العربي، وهذا الأمر يجعل مسألة التعاقد معه أو التجديد له ستكون يعني صعب. ضربة كبيرة جدا بالنسبة لمجلس المريخ إذا ما نجح في أنه يجدد عقد اللاعب محمد عبد الرحمن. لا ننسى أنه أيضا يعني بالنسبة لمجلس المريخ الآن هي الاستعدادات لمباراة القمة اللي حتكون يوم 23 أمام الغريم الهلال، نفس الوضع بالنسبة للهلال، كل الأمور تسير على قدم وساق من أجل
ايضا تجديد لعقودات بعض اللاعبين، حتى يمكن تم توقيع الاقرار مع اكثر من لاعب حتى يضمنوا استمراره في الهلال في الفتره القادمه، في فتره التسجيلات القادمه. ونفس الوضع يعني هي كلها استعدادات تسير على قدم وساق بالنسبه للعملاقين من اجل المواجهه القادمه، باعتبارها دائما يعني مواجهه تحظى باهتمام، تحظى بجماهيريه كبيره، وان قلت ان قل هذا الاهتمام في السنوات الاخيره مقارنه بيمكن 5 6 سنوات، لكن في النهايه تظل مباراه القمه هي ام الاحداث في الكره السودانيه. ولكن لو رجعنا للمريخ والهلال بنجد انه المريخ حاله ماليا اسوء من الهلال، وحاله الاداري اسوء لانه في كثير من المشاكل. يعني المريخ الان منقسم يا رينا، يعني ما في يعني ماليا اداريا في كثير من المشاكل دي لها تاثيراتها يا سهل. طبعا طبعا يا معتصم، التأثيرات ظهرت بشكل واضح جدا في هذا الموسم من خلال الخروج المبكر من دوري ابطال افريقيا، الخروج المبكر من البطوله العربيه. لا ننسى انه مجلس المريخ يعاني ماليا، وهذا امر صراحه اي مجلس يرغب في تسيير نشاط اي نادي مهما كان فهو لابد من انه يكون وضعه المالي جيد حتى يكون قادر على انه يسير بالنشاط بشكل جيد. وهذا الامر اثر بشكل كبير جدا على قدره المريخ، ادى الى اضرابات اكثر من لاعب توقفوا عن النشاط مع المريخ في الفتره الماضيه، دي كلها بسبب الالتزامات الماليه. فاكيد ما في شك انه هناك ضغط كبير جدا على المجلس الموجود حاليا بقياده سوداكال في ضرورة تحسين الوضع في الفترة القادمة حتى يكون المريخ قادر على الفوز بلقب الدوري في هذا الموسم بعد أن خرج خالي الوفاض من على المستوى الأفريقي ولا حتى على المستوى العربي. نعم. في زمن لبعض الأخبار لسه؟ في. نعم، طيب يمكن الهلال برضه بيعد تدريبات خلف الأبواب المغلقة من الإعلام والجمهور. صحيح، يعني يمكن السبب الرئيسي غالبا يعود فيه لما حدث في التكريم الكاردينال. اعتقد انه تكريم السيد اشرف الكاردينال في الفتره الاخيره وممكن ما حدث من اولتراس الهلال والهتافات ضده يمكن ده اجبر انه يتم اللجوء الى انه التدريبات تكون مغلقه محافظه على انه اللاعبين ابعادهم عن هذه المشاكل التي حدثت في الفتره الاخيره حتى يكونوا في قمه الجاهزيه لمباراه القمه امام المريخ. نعم، وصلنا للنهايه سهل، والاسبوع القادم نلتقي باذن الله سبحانه وتعالى ويكون المنتخب السوداني قد حقق نتيجه طيبه باذن الله. ان شاء الله، والله كل الامنيات لمنتخبنا الوطني انه ينجح في تحقيق نتيجه ايجابيه تسهل مهمته في التاهل عن هذه المجموعه الصعبه. امين. شكرا سهل احمد العبيد الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي على هذه المساحة التحليلية، أهم أخبار الرياضة وآخر فقرة من صباح الشروق اليوم. شكرا. نعم. معتصم، أنا كنت مبسوطة جدا وسعيدة جدا في حضرتك. أهلا ومرحبا بك، وأنا كنت مبسوطة أيضا وسعيد، والحلقة الحمد لله إن شاء الله تكون جددنا الثقة. يعني لا المشهد وما في مطبات ما في حفلة انتهينا مشكلة من الحلقة الحمد لله. نعم، خلص مشوار حلقة اليوم، على نلتقيكم أكيد غدا فريق عمل جديد وحلقة جديدة وموضوعات جديدة. شكرا أيضا للطاقم الفني كاملا، يعني شكرا لكم، انتم خلف الكواليس دائما تعملونا بجد. الى اللقاء، مع السلامه.